تابعت using data commands. البارامترات إن قيم بعض عناصر الأمر لن تكون معروفة إلا أثناء التنفيذ. فمثلا لي كان تطبيق لتعقب عملية الجرد لمكتبة. ربما يحتوي التطبيق تابع للبحث عن كتاب بالاعتماد على العنوان. للقيام بذلك نستعلم من قاعدة البيانات بعبارة SQL مشابهة لهذه العبارة. ففي وقت التصميم نعلم بأننا نريد إيجاد كل الكتب التي لها عنوان مشابه لفاليو والتي سيزودنا بها مستخدم التطبيق أي في زمن التشغيل. ولأننا لا نعرف ما هي القيمة التي سيعطينا إياها المستخدم، فيجب القيام بعمل ما لتزويد عبارة الـ SQL بهذه القيمة أثناء التشغيل. والحل هو البارامترات، وهي تخزن في الغرض command في الخاصية parameters. وأثناء التنفيذ يتم قراءة القيم من الخاصية ووضعها في عبارة الـ SQL أو تزويدها إلى stored procedure. كل بارامتر عبارة عن غرض من OLEDB parameter أو SQL parameter. عندما توضع قيمة الخاصية command type للغرض command text، يجب تحديد مكان البارامترات التي يجب أن توضع في عبارة الـ SQL، حيث في أغراض OLEDB command هذا المكان يأخذ شكل علامة استفهام. فمثلاً ويمكن أن يكون لدينا أكثر من بارامتر. أما عند استخدام غرض SQL command يجب استخدام أسماء للبارامترات، ونحدد مكان البارامتر بوضع اسم البارامتر مسبوقا بالحرف at. فمثلا هذا المثال يحدد بارامتر باسم title.